نتحدث أكثر في هذا الشأن وفيما يتعلق بأداء الأسواق العالمية بشكل عام مع ضيفي من أبوظبي السيد نور الدين مفيد الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة AD Securities. أحييك نور. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا، كل عام وأنتم بألف خير. كمان إليك نور. وأنتم بألف خير. الكل طبعا الأنظار تجاه مقدرة يلين هذه المرة على تقديم مبرراتها في جلسة الاستماع حول نشاط المركزي أو الفيدرالي الأمريكي القادم. سمعناها في 2010 عندما اعترفت بأنه تقييمها كان خاطئ بشأن المخاطر للسندات المدعومة بالرهن العقاري. ما الذي نتوقعه من جلسة الاستماع؟ نعم، المزيد من الحديث والمزيد من نوع من التوضيح حول سياستها، أو من الممكن أن تكون أو يعني نوع من الحديث بشكل مبهم بالغالب، لأنه أولا سيكون هو أول اجتماع لها كرئيسة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من جهة. الجهة الأخرى أيضا مع وجود الآن أولا الحديث أو تخفيف التيسير الكمي الذي تم خلال بداية يناير الحالي بعشرة مليار. الشيء الأهم أيضا خلال ديسمبر شهدنا العديد من الأرقام الاقتصادية السلبية، بالإضافة إلى نوع الآن من الوذر أو اللي هو الطقس الحاد في الولايات المتحدة الأمريكية. جميع هذه العوامل ممكن، ولا ننسى أيضا قبل ذلك أن الجوفرمنت شت داون إلى الآن لم يعطي أي إشارات سلبية، أو لم نشهد إلى الآن تأثير الجوفرمنت شت داون أو إغلاق الحكومة اللي صار في أكتوبر، إلى الآن لم نشهد له أي تأثير على الأرقام الاقتصادية. فعلى إثر هذا الحديث لا يمكن أن نشهد أو نوع من الحدية الكبيرة من جانت يلين بشكل كبير. سيكون نوع من البالانس ستيتمنت أو نوع من البيان المتوازن أمام الكونغرس طبعا. نعم، أرجو أن تبقى معنا نور. حديثنا اليوم يشمل العديد من الجوانب، لكن ننتقل الآن إلى غرفة الأخبار، وطبعا لدينا مجموعة من البيانات بعد قليل طبعا سنستمعها. أعود معك من جديد نور، هذه المرة الحديث الحقيقة عن نشاط الفيدرال الأمريكي في المرحلة القادمة. نعلم جيدا ما هو نشاط يلين، بس وين ممكن تواجه عقبات، وهل هي بحاجة فعلا إلى ترند فيما يتعلق بمعدلات البطالة والنمو الاقتصادي حتى تستمر في سياستها، أم إنه الأجندة موضوعة مسبقا؟ العقبة الأولى والمهمة أولا هي عقبة اليلدز أو اللي هي اليلد كيرز أو اللي هي العوائد على السندات الأمريكية. شهدنا أوريدي ارتفاع وصلنا إلى حوالي 3% خلال الأيام الماضية مع نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد. هذه أول عقبة، أنه ما يستمر العائد في الارتفاع من جديد، هذه من جهة. الجهة الأخرى، العائق الآخر هو هل بالفعل سيستمر الاقتصاد الأمريكي من جديد بالتحسن أو الاستمرار بنوع من التعافي التدريجي. لا ننسى أنه هناك كان في تخفيف بواقع 5 مليار من المورجج باك سيكيورتيز أو اللي هي الرهون السندات المدعومة بالرهون العقارية، بالرغم من أنه شهدنا 5 أشهر على التوالي من انخفاض البندينج هوم سيلز أو مبيعات البيوت الأمريكية المعلقة، أيضا 3 أشهر من الاكزيستينج هوم سيلز أو مبيعات البيوت القائمة الأمريكية. بالرغم من هذا أيضا الفيدرال الأمريكي اتخذ هذا الإجراء و قام بالتخفيف، لكن هذا سيكون نوع من الريسك أو نوع من المخاطر العالية على سوق الإسكان. هذا ما سيعطي ممكن أن يكون العقبة الثانية. أيضا النمو الاقتصادي من جديد، هل سيستمر في ذلك خصوصا مع عدم وجود أي تأثير إلى الآن من الجوفرمنت شت داون؟ فمن الممكن أن نشهد نوع من التأثير خلال الأشهر المقبلة. هذا ما سيكون من جديد أحد العقبات أمام الفيدرالي. طب نور، دائما ننظر إلى البيانات العامة أو التي تعكس طبيعة الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أيضا نستمع أو ننتظر نتائج أعمال كبرى الشركات الأمريكية التي تعد مفخرة الصناعة وهذا القطاع البارز، والتي كانت سبب في أنها لجأت في يوم من الأيام إلى الحكومة لدعمها. من منظورك ومتابعتك لأداء هذه الشركات طيلة العام، هل ممكن إذا عنا رجعت الشركات القوية جدا تعطينا أخبار قوية في الأرباح، هذا يدعم نوعا ما وإن كان بنسبة محدودة، سيدعم إجراءات البدء بتطبيق التخفيف الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هنالك علاقة بين نتائج أعمال كبرى الشركات وبين قرارات الفيدرال الأمريكي باعتقادك؟ هناك شيء مهم يجب النظر إليه، هناك أو شيئين مهمين. أولا في عندنا النيويورك ستوك اكسشينج مارجنال ديت أو اللي هو الدين الهامشي لسوق النيويورك ستوك اكسشينج، وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ خلال ديسمبر الماضي. نفس السيناريو الذي حصل خلال العام 2000 وأيضا خلال العام 2007، والآن يتكرر نفس السيناريو، أنه عندما نصل إلى أعلى مستويات أو نصل إلى المارجنال ديت إلى مستويات جديدة نشهد نوع من الانخفاضات الحادة في الأسواق. هذه من جهة.
جهة، لكن الأسواق الأمريكية أو الشركات الأمريكية ليس المهم فقط أن يكون هناك نتائج جيدة، المهم هل ستقوم هذه الشركات بإعادة شراء أسهمها أو سنشهد عملية باي باكس من جديد كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية. عملية الباي باكس للعلم لا تعتبر شيء إيجابي للشركات ولا تعتبر هي إيجابي للاقتصاد بشكل عام، يعني يبين أنه لا يوجد هناك شهية لي أيضا شراء هذه الأسهم أو توسع الشركة بشكل كبير من خلال مستثمريها وشراء المزيد من الأسهم، فيما لو شهدنا عمليات الباي باكس مستمرة بشكل أعلى من الربع الثالث هذه ستكون أول علامة سلبية، وأيضا استمرار ارتفاع النيويورك ستوك اكسشينج مارجنال ديت. من ينظر إلى الرسم البياني المرة الجاية بحاول أجيب لك الرسم البياني أكثر، من ينظر إلى الرسم بشكل واضح المارجنال ديت عندما يصل إلى مستويات تاريخية نعود ونشهد نوع من الانخفاضات أيضا مدعومة بالباي باكس أو اللي هي نوع من عملية شراء إعادة شراء الشركة لأسهمها اللي في السوق، فهذه أحد المخاطر أيضا التي نتطلع عليها خلال العام 2014 والانتباه إلى الارتفاعات الحالية بالفعل بالأسواق الأمريكية، هل ستستمر وهل سيكون من جديد العوائد على السندات هي العائق أمام الأسواق الأمريكية في الارتفاع؟ هذه الأجوبة على هذه الأسئلة اللي سنشهدها خلال العام 2014. طيب سؤال سريع سمحت لي نور، طبعا سنستكمل حديثنا أكثر معك لاحقا لكن قبل الفاصل، يتعلق بتحركات الدولار، هل سيحافظ الدولار على قوة التي شاهدناها في اليومين الماضيين؟ بالتأكيد هذا على الأقل شاهدنا نوع من الساتلمنت، شاهدنا نوع من الضعف القصير الأجل خلال نهاية الأيام الأخيرة من العام الماضي، على الأقل أمام اليورو شاهدنا ارتفاعات إلى حوالي 1.39، كان طبعا هذا بسبب نوع من الساتلمنت أو نوع من عمليات نهاية العام، لكن من جديد شاهدنا نوع من الارتفاع أمام معظم العملات العالمية، هذا الارتفاع في الغالب ما سيستمر من جديد طبعا مع وجود تخفيف التيسير الكمي، وطالما سنشهد نوع من ارتفاع في الأسواق الأمريكية غالبا ما سيكون مؤقت ليعود مرة أخرى الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي للسيطرة من جديد على الاتجاه المرتفع على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة. نعم دعنا نتابع معك في هذه الجولة أيضا نور، كيف تتداول لدينا أزواج العملات في جلستها للدورة الآسيوية مع انتظار وتحين أيضا لافتتاح مجموعة من الأسواق؟ طبعا أذكر أنه في عنا بعض من الأسواق التي تحتفل بأجازة عيد ميلادها اليوم وهي أسواق قليلة طبعا، سنتابع لاحقا أداء الأسواق العالمية مفصلا معك نور، لكن الحديث القادم سنشمل أكثر حول أفضل العملات التي سيكون عليها إقبال خلال هذه الفترة، كذلك كيف سنجد الذهب في مستوياته القادمة بعد قليل. لك نعود من جديد هذه المرة إلى ضيفي من أبو ظبي السيد نور الدين مفيد الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة أبو ظبي سيكوريتيز، أحييك يا نور من جديد. هذه المرة نعلق على نشاط المنطقة الأوروبية تحديدا، ما الذي يدفع البيانات وإن تعددت باعتقادك لأن تكون إيجابية في المنطقة الأوروبية وعلى ماذا تعول أكثر نور؟ على الأقل تخفيض أسعار الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي الأوروبي أعطى نوع من الدعم قليلا على الأقل في الأسواق المالية هذه من ناحية، وأيضا في الاقتصاد الألماني بشكل أكبر، بالرغم أنه شاهدنا نوع من التحسن بالسيرفيسز وأيضا بالمانيفاكتشرينج بي ام اي خلال الشهرين الماضيين بالنسبة لكل دول منطقة اليورو باستثناء فرنسا طبعا التي لا زالت تعيش نوع من الانكماش في هذه القطاعات بشكل كبير. هل هذه من ناحية، الناحية الأخرى أيضا لا ننسى أنه هناك مخاطر لا زالت متواجدة إلى الآن اللي هي الديس انفليشن أو مخاطر انكماش التضخم. اليوم فعلنا أرقام اللي هي سي بي آي فلاش استيميت أو اللي هي توقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين، توقعات تشير إلى أنه استقرار عند 19 دون تغير، لكن أي انخفاض ولو حتى كان عشر، يعني إذا وصلنا إلى حوالي 0.8% هذا ما سيعطي الأسواق من جديد عملية من التوقعات بشكل أكبر أنه ماريو دراغي من الممكن أن يضغط الزناد نحو تخفيض أسعار الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر، بالإضافة إلى أنه هناك سيكون توقعات من جديد إلى احتمالية تزويد الأسواق أو تزويد البنوك الأوروبية بجرعة LTRO جديدة أو اللي هي يعني البرامج التمويل أو برنامج التمويل الثالث الذي سيكون للبنوك الأوروبية. هذه أحد الأمور التي ستطغى من جديد على الأسواق، والديس انفليشن خلال العام 2014 هو في الغالب ما سيكون أكثر الأمور التي سيتحدث عنها الإعلام على الأقل. نعم نتجه من جديد إلى حال العملات، قبل ما أتحدث عن أبرز العملات خاصة اليورو والدولار عم بتفاجئني تحركات الين، يعني بالأمس كان الين عندنا مرتفع بشكل أثر على أسهم قطاع التصدير في السوق الياباني، اليوم بيرجع الين بتراجع، شو الاتجاه أصلا المفروض الين يتحرك فيه؟ هل إحنا انتهينا من عمليات
التراجع على العملة ومفروض ترجع ترتفع، أم أنه فقط عطتنا جلسة واحدة للارتفاع ثم عاد من جديد إلى التراجع؟ هو نوع من ممكن أن نسميه تكنيكال أو نوع من التصحيح التقني على الأقل، بعد اختراق الذي شهدناه خلال الأيام أو الأسابيع الماضية فوق مستويات 163 وأيضا فوق مستويات 104، 105 شهدناها إلى فترة بسيطة جدا والتي تعتبر مستويات مقاومة مهمة جدا، لكن طالما هناك ما شهدناه من قبل رئيس البنك المركزي الياباني أنه لن يكون هناك أي تغيير على الأقل في الوقت الحالي بالسياسة الحالية، وسيتم أيضا الاستمرار بسياسة تيسير الكمي وأيضا دعم الأسواق، ولا ننسى أنه في الجهة المقابلة من العالم الآن هو الفدرال الأمريكي يقوم بتخفيف التيسير الكمي. العام 2014 هو نوع أو عام يونيك أو يعني فريد من نوعه، لأنه نشهد الآن تحرك أو أول عام نشهد في سبليت أو نوع من التغير في ما بين البنوك المركزية العالمية. خلال العام 2007 الجميع كان يضخ السيولة في الأسواق ويدعم الاقتصاد، الآن بدأنا بنوع من التراجع، هناك المزيد من التيسير الكمي في اليابان، المزيد من التيسير الكمي أيضا في بريطانيا وايضا الدول الاوروبيه، لكن نشهد تقليص للتخفيف للتيسير الكمي في الولايات المتحده الامريكيه. هذه الامور تعطي نوع من عدم او نوع من التباين في التداولات في الاسواق خلال الفتره المقبله على الاقل، لكن من جديد تبقى الاسئله محكمه، هل سيتم فعليا او سيتم استمرار تخفيف التيسير الكمي؟ وذلك طبعا ينبني عليه الاسئله الاهم، هي هل سيكون هناك استمرار في النمو الاقتصادي العالمي من جديد، وهل ستكون بالفعل تخفيف التيسير الكمي سيكون له أثر محدود على الاقتصاد الأمريكي من ناحية السلبية أم لا؟ هذا ما طبعا في النهاية سيعطينا خلال العام 2014 على الأقل الربع الأول والربع الثاني. طيب خلينا في الحقيقة في كتير تساؤلات على الذهب نور، وكل الناس حابة تعرف شو وضع الذهب. يعني أنا مريت مبارح بسوق الذهب وحابة أعرف أشتري ولا ما أشتري هالفترة، أستنى ولا هي فرصتي الآن؟ هل خلال الفترة الماضية حاولت الأسعار أكثر من مرة باختبار مستويات الـ 1180 دولار اللي شهدناها خلال العام الماضي، لكن إلى الآن لم تعود الأسعار إلى زيارتها إلى الآن، بالرغم من أنه طبعا شهدنا نوع من ارتفاع العقود البيع على الذهب خلال السنة الماضية بالتحديد. طبعا لا ننسى أنه انخفاض أسعار الذهب بشكل عام خلال العام الماضي كان بسبب ما حصل في قبرص والتخوف أنه ما حصل في قبرص ممكن أن يحصل في أي دولة أوروبية، بالإضافة إلى تسييل بعض المحافظ لاحتياطها من الذهب لرفع مستوى السيولة لديها خوفا مما يمكن أن الذي حصل في قبرص أن يحصل في الدول الأوروبية، هذه من ناحية أيضا. فخلال الفترة المقبلة طالما هناك في عنا مخاطر في العوائد على السندات، وطالما هناك لا يوجد لدينا إلى الآن على الأقل في الأرقام الرسمية لا يوجد هناك مخاطر للتضخم، هناك احتمالية الانخفاضات لازالت واردة. لكن فيما لو شهدنا نوع من التحسن أو نوع من الارتفاع في التضخم، وهو ما نراه احتمالية أن يكون هناك في مخاطر بسبب تخفيف التيسير الكمي أولا من ناحية، والناحية الأخرى أيضا مخاطر ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية والسندات العالمية أيضا بشكل عام، هذا ما يمكن أن يعطي نوع من الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. أما على مستوى الارتفاع يبقى إلى الآن الارتفاعات، يعني لم نشهد أي ارتفاعات أكثر من 1280 تقريبا خلال الشهرين الماضيين، هذه يجب أولا أن يتم اختراق مستويات 1300 لكي يعطي نوع من الإيجابية على الأقل، لكن مستويات 1180 فيما لو تم اختراقها أيضا نحو الأسفل فممكن أن نشهد طبعا المزيد من الانخفاضات. نعم. لكن من جديد العوائد على السندات الأمريكية ستعتبر أحد الأمور أو مفتاح تداولات الذهب خلال عام 2014. من ADS Securities كان معنا مباشرة من أبو ظبي نور الدين مفيد الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في الشركة، شكرا جزيلا لك. إذن